ناديه من فاس نستقبلها معنا. ناديه صباح الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. مرحبا. اللهم لك الحمد. ايوا موجود الخير. اللهم لك الحمد. الحمد لله. ايوا الله يرحمنا. اللهم لك الحمد. نعطيك لي مبريوات معمرين بالكفته والروز كيجيو حلوين حلوين ومالحين. عندنا واحد ثلاثه ديال الروز بسلوق 250 غرام ديال الكفته. زلافه روز مسلوق 150 غرام ديال الكفته، جوج بصلات كبار بالاحسن يكون ديك البصله البيضاء، جوج بصلات كبار، وعندنا الملح والبزار، الملح بزار، القرفه والسكر، قرفه سكر، جوج معالق ديال الزبده، واحد المعلقه ديال الزيت، معلقه زبده، معلقه زيت، ورقه ديال البسطيله، ورقه ديال البسطيله. المهم كناخد ديك البصيلات، جوج بصيلات كبار كنديرهم في المقيله مع شويه ديال الملح، وكنشحرهم مزيان مع ديك الزبده، كنخلي ديك الزبده كدوب، واحد المعلقه ديال الزيت، وكندير ديك البصيله ديالي كنشحرها مزيان مع شويه ديال الملح حتى كتدبال وكتشحر وكتحمر، كنعسلها بالقرفه والسكر وكنخليها على جنب. كناخد ديك الكفته ديالي حتى هي كنشحرها بشويه ديال الملح والبزار وتناخذ داك الروز ديالي اللي كيكون مسلوق تنخلطو مع المقادير، كناخذ واحد البول وكنخلط ديك الروز اللي كيكون مسلوق وناشف معاه واحد القليصه ديال الملح واحد الحبه ديال الهيل وعويد ديال القرفه، النتيجه تجي من السما بالحلاوه. تنخليه ينشف وكنزيد عليه ديك البصيله اللي عسلت وديك الكفيته اللي شحرت بالملح والبزار، وكنخلط المقادير كامله وكنطلق الوريقه ديالي وبغينا نعمروهم على شكل سيجار بغينا نعمروهم على شكل بريوه ندهنوهم بالزيت كنقليوهم في الزيت، بغينا نقليوهم بالزيت راه كنقليوهم في الزيت، ما بغيناش نقليوهم راه كدير واحد الطريقه كنخلو من الفران اما كدهنيهم بالحليب ولا كدهنيهم بشويه ديال الحليب ولا كتاخدي جوج معالق ديال الزيت مع معلقه ديال الزبده طوماط وكتخلطيها بالفرشيط وكدهنيهم من الفوق كدهنيهم من الفوق وكتدخليهم الفرن يطيبوا وكتسقليهم ملي كترجيهم كترشيهم بالسكر والسكر الثقيل والقرفه لان تيجيو على كيجيو حلوين مالحين. بالصحه والراحه ونهار بارك الله عليك. نهاركم مبروك. شكرا على هذه الوصفه اللي عطيتينا.